مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر. على الرغم من الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا والتي تعاني منها معظم الدول العربية، إلا أن بيوت الشعر العربية ما زالت ماضية في تقديم أنشطتها الثقافية في ظل التزامها بالإجراءات الاحترازية. وكعادتنا في هذا البرنامج الذي نغطي من خلاله أنشطة بيوت الشعر العربية، نقدم لكم في البداية أبرز العناوين. بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية شعرية للشاعر جمال بخيت. في الخرطوم، استهلال كتاب الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر. أصوات شعرية شابة تقدم تجاربها في بيت الشعر بالقيروان. وفي نواكشوط، أمسية جديدة من أمسيات تراتير الأصيل لاثنين من شعراء موريتانيا. نبدأ من مصر، حيث افتتح بيت الشعر بالأقصر عامه السادس بأمسية شعرية استضاف فيها الشاعر جمال بخيت، أمسية مميزة حملت بين كلمات أبياتها مفردات تغنت بالوطن وحظيت باستحسان جمهور البيت. بيت الشعر بالأقصر استهل عامه السادس بأمسية للشاعر جمال بخيت، وهو شاعر يحمل معه رصيدا من التجارب أهله ليكون مدرسة شعرية ناضجة ومتزنة تربط عبق الماضي بالحاضر. والحكاية تبتديها ما تنتهيش، حتى لو يطلع صباح يا حبيبتي ما تسكتيش، شهر زاد ارجعيلي ما تخافيش، ماتوا كل الجلادين اللي في قصوري، والقلق والخوف رمتهم من سطوري، ليه تكوني ناري ليه وانت نوري وانت في ايديا النهار لما حارب السواد. ضيف بيت الشعر ثمن المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية، بعدها ألقى باقة من قصائده المتنوعة. طبعا استضافة عزيزة علينا بيت الشعر في الأقصر، أنا أول مرة أجي هنا والحقيقة طلعت على نشاط هايل، على جمهور متميز، على حركة ثقافية بيشعها بيت الشعر في هذا الإقليم العزيز علينا كلنا. سعيد بهذه التجربة وإن شاء الله بإذن الله تكون لها يعني مرات ومرات إن شاء الله. الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر قدم الأمسية كاشفا لجمهور بيت الشعر أن الشاعر جمال بخيت عمل في مجال الصحافة وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الخليج الإماراتية في الفترة من عام 1987 إلى عام 1990. الشاعر جمال بخيت معروف في الساحة الثقافية المصرية والعربية، شارك في معظم المؤتمرات والمنتديات والأحداث الثقافية الكبيرة. في هذه الليلة قدم جمال بخيت استعراضا لمسيرته الشعرية عبر العديد من القصائد التي تنوعت ما بين الوطني والإنساني والوجداني، تجاوب مع هذا الجمهور الغفير الذي حضر هذه الليلة فرحا بهذه البداية القوية لبيت الشعر بالأقصر، وتأكيدا على استمرار تواصل جمهور بيت الشعر مع نشاطات بيت الشعر. جمال بخيت بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، كما أصدر العديد من الدواوين الشعرية المتميزة. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. تعرف بالعربي تنادي، بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى أنت أكيد المصري.
المصري حبيب متحمس، لو حتى بدقة يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس ويقول له اتفضل شهدي، تعرف تتكلم بلدي. أمسية اليوم كانت مع الشاعر جمال بخيت، شاعر عربي كبير معروف بأنه يكتب بالعامية المصرية المطعمة بالفصحى والمطعمة بالتراث العربي من عيون الشعر. في ظني أن جمال بخيت هو الشاعر المصري النخاع بعد فؤاد حداد، الذي يمتزج لديه الحب بالوطنية، بالمرأة، بالذاتية، بكل شيء، فتخرج عجينة مختلفة تعبر عن الشخصية المصرية بكل تفاصيلها وبكل خصوصيتها. ضيف بيت الشعر استطاع من خلال تفاعله مع الحضور في هذه الأمسية أن يخلق ماهية جديدة للجمال شعراً ورؤية ونبضاً وتأملاً عميقاً للمشاعر والأحاسيس. في إضافة كبيرة لبيت الشعر، فعلاً عمل موسوعة كبيرة من الثقافة كبيرة جداً، وخلى يعني فعلاً اللغة العربية لها دور عظيم، واستمتعنا بأبيات الشعر سواء عامي أو سواء باللغة العربية الفصحى، فكان فعلاً له دوراً عظيم، ونشكر كل القائمين عليه. فعلاً هذا بيت الشعر إضافة كبيرة إلى مدينة الأقصر. الأمسية تخللتها فقرة فنية من أغاني التراث قدمها الفنان عبد الله جوهر. انطلاقة جديدة لبيت الشعر بالأقصر في عامه السادس، عاش خلالها الحضور تجربة شعرية فريدة، وهم يتجولون في حدائق شعرية غناءة ازدانت جانباتها بأشعار أبدعتها أنامل فنان مسكون بحب الجمال وعشق الوطن. لبرنامج بيوت الشعر تلفزيون الشارقة، مستجاب عبد الله، الأقصر. نهارية أدبية أقامها بيت الشعر بالخرطوم بمناسبة استهلال كتاب الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر، ويعد الكتاب دراسة نقدية وأدبية لمختلف مراحل الشعر في السودان، كما شهدت النهارية قراءات شعرية لستة من الشعراء. تلقت شذور العلم حيث وجدتها وسلها ولا يخجلك أنك تسأل، إذا كنت في إعطائك المال فاضلا فإنك في إعطائك العلم أفضل. هكذا هو الكاتب والناقد والباحث عبد المنعم عجب الفيا، كما قال الشاعر القروي: يجيد العطاء في العلم ويهب المعارف بسخاء وتواضع جم. واليوم يستهل بيت الشعر في الخرطوم كتاب الفيا الذي يحمل عنوان الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر، ليضيف أبوابا جديدة للعلم والبحث في فضاءات الشعر السوداني يدخل منها الطلبة والباحثون عن هذه المعارف. هذا الكتاب مهم جدا، يأتي في سياق اهتمامي بيت الشعر بما يخص الشعر السوداني، لأننا نشكو من قلة الدراسات كما قلنا في ملتقى النقد الذي صنعناه هنا في الخرطوم، نظمه بيت الشعر وأصدر فيه إصدارات. إذن هذا الكتاب كانت أهميته الأولى من هذا الباب. ثم إن هذا الباحث الأستاذ عبد المنعم عجب الفيا باحث متميز، له كتب كثيرة جدا أغنى بها المكتبة، والناس في السودان من شبابنا كانوا يقرؤون هذه الكتب، ولكن أكثرهم أول مرة يلتقيه، وكانت هذه مناسبة للقاء هذا الكاتب الكبير. الورقة الأولى لاستهلال كتاب الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر من إعداد السفير الدكتور خالد فرح، شاركه في تقديمها الشاعر والناقد عماد محمد بابكر. الدكتور خالد فرح أكد في هذه الورقة إلى أن الكتاب يمثل سجلا فكريا للتاريخ السوداني الثقافي الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى اهتمام المؤلف بالأدب القومي واخذه بيد القارئ برفق بلغة سهلة واضحة الدلالات. يقول خالد: إنه بلا شك كتاب عمدة في استعراض مسيرة النقد، في استعراض مسيرة الشعر السوداني وتذوقه ونقده، لم يتح لنا مثله قريبا،
ولا يقل بحال من الأحوال عن أعمال أخرى شهيرة سابقة حاولت المسيرة على هذا النهج، من لدن سعد ميخائيل وعبد بدوي ومحمد إبراهيم الشوش وعبد الهادي الصديق وحليمة اليازجي ومحمد الواثق إلى فاطمة أبو هراك. الورقة الثانية قدمها الشاعر والناقد عادل سعد الذي ذكر أن الكتاب يشمل إضافة كبيرة للفضاء النقدي والمكتبة السودانية، مشيرا إلى اتساع الدراسة للشعر السوداني في الكتاب وميول الشاعر التاريخية واستناده على دراسات عديدة. لوحة بانورامية للشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر، مبينا غرض هذه الدراسة وهو رسم خطوط عريضة لمسيرة وتحولات الشعر السوداني، رابطا هذه التحولات بمنظومة التحولات التي شهدها العالم العربي. المتحدثون والمعقبون على الأوراق في هذه الاحتفالية اتفقوا على أن عبد المنعم عجب الفيا يمتلك مشروعا نقديا مختلفا وتراكما علميا ومعرفيا منذ نشأته الأولى في شرق كردفان، ثم دراسته للقانون بجامعة الخرطوم ونيله دبلوم الآداب مع درجة الشرف من الجامعة نفسها، وله مؤلفات في القانون وبحوث ومقالات متنوعة في عدد من المجلات والصحف السودانية والعالمية، إضافة إلى كتب متنوعة في الأدب واللغة والنقد وأوراق في الثقافة السودانية. أنا سعيد جدا بهذه السانحة لأتحدث عن هذه الفعالية التي قامها بيت الشعر لتدشين كتابي الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النصر، وسعيد بهذا الجمع الكريم وهذا الاحتفاء الكبير الذي قبل به الكتاب، وأيضا سعيد جدا بالنقاشات التي جرت. حضور الاحتفالية من الأدباء والباحثين أشادوا بما يضيف بيت الشعر في الخرطوم للمكتبة السودانية، متحدثين عن خصوصية هذا الكتاب. ما يحمد لأخي عبد المنعم هو هذه المثابرة والمتابعة الدقيقة واللصيقة لما يراه مشروعه النقدي والأدبي، وما نراه أو ما أراه معه أن ما يحتاجه أدبنا السوداني وشعرنا بصورة أخص. أن الكتابة يعد مؤلفا مهما جدا في الأدب السوداني في باب الشعر، وعلى ندرة هذه التآليف فإنه أيضا غطى جزءا كبيرا من المدارس الأدبية والشعرية الموجودة في السودان منذ مدرسة الإحياء في عند العباسي وغيره من معاصريه حتى وصل إلى قصيدة النصر. كتاب قيم جدا جدا، وأكيد الحركة بتاعت النقد الشعر السوداني بيفتقد لكثير جدا جدا من المراجع. أنا تخيلت لما قبل ما أحضر الملتقى افتكرت إنه هو حياخد مجموعة بتاعت قصائد مجموعة بتاعت الشعراء ويتكلم عنهم، لكن الكويس في الكتاب إنه أخذ كل ما كتب عن الشعر السوداني، نقد الشعر السوداني في كتب ومجلات وإفادات، وحاول إنه يرتبه بترتيب كان ترتيبه من ناحية منهجية، طبعا ترتيبه منظم جدا جدا. النهارية شهدت أيضا قراءات شعرية لعدد من الشعراء أضافت إلى أجواء الاحتفالية عبقا مختلفة. وشممت يأسي في البعيد وجدت في بحر الجوى غرقي وطني عرى الألم الذي نشفت على أسماله لغتي، ورنق في تجاويفي هواء يابسا ونمت طيوفي في ذرى الغسق. واختتمت الاحتفالية بصور تذكارية توثيقا لهذا الجمع الأنيق.
وهكذا استهل بيت الشعر في الخرطوم كتاب الشعر السوداني من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النسر للأديب الناقد والباحث عبد المنعم عجب الفيا، وهو كتاب وصف بأنه سفر استثنائي في تاريخ الشعر السوداني ونقده وتذوقه. لبرنامج بيوت الشعر، تيسير محمد حسين، الخرطوم. رغم الظروف الصحية العامة في تونس بسبب جائحة كورونا، إلا أن بيت الشعر في القيروان ما زال ملتزما في تقديم الفعاليات الثقافية للجمهور في ظل اتباعه الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نظم البيت أمسية لشعراء شباب قدموا تجاربهم أمام جمهور البيت القيرواني الوفي الذي استمتع بقصائدهم. القيروان البهية تعبق سحرا محلى بنفحات شعرية ظلت تنبعث من بيت الشعر الذي أصبحت تفخر به هذه العاصمة الأغلبية التاريخية. البيت القيرواني هدية الشارقة إلى أدباء القيروان ومثقفيها، أصبح نقطة مضيئة في المشهد الثقافي بهذه المحافظة. في هذه الأمسية البيت جدد الموعد مع جمهوره بتنظيم لقاء جديد استضاف خلاله الشعراء علي العرايبي وأنيس الهاني وزينب الجزير وسليم الهداجي، لقاء وصفته مدير البيت في كلمتها الافتتاحية بلقاء الشباب الذي يعطي فسحة أمل لهم لإبراز قدراتهم والالتحاق بصفوف كبار الشعراء والمبدعين. في هذه الظروف المعلومة التي يعز فيها اللقاء والأنشطة الثقافية، يظل بيت الشعر بالقيروان والحمد لله وفيا لمواعيده وأنشطته ولرغبات جمهوره الوفي في حضور الأمسيات الشعرية والاستمتاع بالشعر، الشعر الذي نلجأ إليه خاصة في هذه الظروف الصعبة. بروح شبابية تواقة إلى الإبداع والتحليق عبر أجنحة الكلمات، قرأ الشاعر علي العرايبي الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة أفضل قصيدة للشعراء الشبان خلال الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية التي أقيمت سنة 2018. تشرفت هذا المساء بأن ألقي بعض قصائدي في رحاب بيت الشعر القيرواني، هذا البيت العزيز، هذا البيت العتيق، هذا البيت المحب للحياة وللشعر وللشعراء. كانت أمسية رائقة متميزة رغم الوباء ورغم الجائحة ورغم الظرف الصحي الذي يمر به العالم. وقفت عند سفوح الكون أنبشها كي أمسك النجم أو كي أخلق البرق، أمر فوق جرار النور أنزعها من سدرة عانقت في نورها الأفق، أمشي على لغة البيضاء مقتربا من خفقة عانقت في نبضها الصدق، أمشي معي حيرتي ميلاد أضرحة وسيرة قطعت أوصالها عشقا. المجال فسح بعد ذلك للشاعر أنيس الهاني الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة أكاديمية الشعر التي أقيمت بتونس في سنة 2018. هذا الصوت الشعري الصاعد شد إليه الأنظار بقراءات من قصائده العاطفية التي تروي عذابات الحب من جهة ودوره من جهة أخرى في انتعاشة النفوس وزيادة جرعات الأمل للعشاق والمحبين. للبيت الشعر فضائل كثيرة في المشهد الثقافي، وأولها وتكوين نشأة جديدة همها الأول هو الشعر واستضافة الشعراء وتعريف بالمشهد الثقافي ولتسهيل الاحتكاك مع الشعراء الكبار وخاصة بين الشبان والتلاقح الثقافي خاصة. قل لماذا خنتني ثم التفت، ضجت بك الأكوان، ضجت بك الأكوان فازدحمت عروقي، عجت النيران بي حتى انفلت. لا تزدحم، غير مسارك، كن دم الورد المخضب بالتهاليل العتيقة. فعاليات هذه الأمسية حلاها الحضور الجميل لأوفياء بيت الشعر القيرواني الذي احترم مقتضيات الوقاية من العدوى بفيروس كوفيد-19، فتابع في أريحية وانتشاء عرضا شعريا راقيا أمنته الشاعرة زينب الجزيري التي نشطت في نادي الشعر والعروض صلب بيت الشعر، فجاءت أغلب قصائدها موزونة وفي أغراض شتى. هنا نلتقي
في كل حين لنعبر عما يختلجنا من أدب ومشاعر وكل شيء. نلتقي في بيت الشعر القيرواني الذي بصراحة هو حضن دافئ يجمعنا. صحيح تلين قلوب وتقسو قلوب، وقلبي تحول صخرا أصما، مقره واد صحيق يلوك الحكايا. دنوك لهو يدنس مائي، فليس لك اليوم سؤال، فليس لك اليوم عندي سؤال، وكل الأماني مضت للزوال. سليم الهداجي شاعر ناشئ نهل من بحور الشعر وأسرار لغة الضاد في نادي الشعر والعروض الذي يشرف عليها شاعر تهام الجوادي، فنطقت موهبته الشعرية إبداعا وتجليا رائعا. قرأت قصيدتين في هذه الأمسية الراقية بحضور جمهور بيت الشعر الوفي رغم الظروف الاستثنائية اللي جاءت كورونا، وكان بيت الشعر له فضل كبير علينا في تعليمه لنا أسس الشعر وقواعده. بنيت صروحا من المجد تعلو، ودونت تاريخ نصر أكيد. أيا قيروان الجمال سلام، أيا وردة الحب فاحت قصيد. أيا مهجة الروح يا قيرواني، وحبك مثل الدمى في الوريد. أيا بلسما للزمان الجريح، ستبقين مشعل مجد تليد. ستبقين ولادة الشعراء ومقصد كل قريب بعيد. وتوازيا مع أنشطته الشعرية والفكرية، يواصل بيت الشعر في القيروان احتضان إبداعات أبناء الجهة، ومنها هذا المعرض للرسام حسين عطي الذي يقدم آخر أعماله وإنتاجاته من لوحات زيتية. جمهور بيت الشعر الوفي كان أقوى اليوم من فيروس كورونا بحضوره طبعا مع التوقي والاحتياط لمتابعة الشعراء والإنصات إليهم والتناغم مع ما قدموه من أحاسيس مرهفة كانت في أشعارهم. لبرنامج بيوت الشعر نجاح المساوي، القيروان، تونس. ختام جولتنا في موريتانيا، حيث يواصل بيت الشعر في نواكشوط إحياء الأمسيات الشعرية ضمن برنامج تراتيل الأصيل. وفي أمسية جديدة قدم اثنان من الشعراء المحليين قصائد تنوعت في أغراضها، ليتعرف من خلالها جمهور البيت على تجربتهما الشعرية. أمسية شعرية في مقر بيت الشعر بنواكشوط ضمن برنامج تراتيل الأصيل، التي يتيح من خلالها البيت الفرصة لمختلف الشعراء لتقديم أنفسهم. الأمسية استضافت الشاعرين محمد سيدي محمود ومحمد محفوظ سيدي، وسط حضور كبير من الشعراء والأساتذة والباحثين والعاملين في مجال الثقافة. كانت مع الشاعرين محمد محفوظ ومحمد سيدي، وهما شاعران من شعراء الجيل الراهن، ويمكن أن يصنفا من الشعراء الموريتانيين الذين زاوجوا بين كتابة القصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية، وهذا شأن معظم هذا الجيل. ويختلفان في أن الشاعر الأول سيدي محمود أرسخ قدما في كتابة القصيدة التفعيلة من الشاعر الثاني، لأن ثقافة الشاعر الثاني ثقافة محضرية بالدرجة الأولى. قراءات شعرية متنوعة شهدتها الأمسية، سيطر على معظمها المديح النبوي، كما كان للقصائد العاطفية حضور في الأمسية إلى جانب التغني بالوطن وأمجاده. مدحت المصطفى وكفى، شعرا به قد مدحت المصطفى شرفا. لا خير في الشعر تطويه وتنشره، إن لم تبيض به في مدحه الصحف. كم شاعر كان مغمورا بقافية في مدحه، يومه عن أمسه اختلفا. امدحه من حوضه تشرب بعيد غد، لا يظمأ الدهر من حوضه رشفا. صحراء كانت من الإيمان قاحلة،
فحان منها قطاف قبل ما قطف. شاركت في هذه الأمسية الجميلة، وتعرفون أن حاكم الشارقة المفدى سلطان بن محمد القاسمي قد أمر بفتح بيوت الشعر في البلدان العربية، وبيت الشعر من أجمل البيوت، فهو يشع نورا ومعرفة وجمالا، وبالتالي فنحن ممتنون لحاكم الشارقة على أفضاله الكثيرة، ولا سيما هذه الفضيلة حيث فتح في موريتانيا بلد المليون شاعر مثل هذا البيت الدؤوب النشط الذي يعيد للشعر ألقه وحيويته، فله الشكر وللشارقة الشكر، ونحن ممتنون لهذه المكرمة. ينتمي الشاعران اللذان أنعشا أمسية تراتين الأصيل إلى مدرسة شعرية واحدة، غير أن تأثير النمط التقليدي على الشاعر محمد محفوظ سيدي كان أكثر منه على نظيره محمد سيدي محمود، نظرا لتعليمه المحضري الذي يعطي أهمية كبيرة للتقليد. ورغم ذلك كان لنصوص الشاعرين حظ متفاوت من الحداثة. يعتبر بيت الشعر إضافة نوعية في الساحة الموريتانية، وجد فيه الشعراء متنفسا بعد كثير من الاختناق، أو لم يجدوا ما يحرك أحاسيسهم ووجدانهم، ولم يجدوا فسحة قبل بيت الشعر، لم يجدوا متنفسا قبل هذا الفضاء المفتوح. يعتبر نافية نوعية ومشجع على الإبداعات وعلى حفر التنقيب عن الشعراء الذين كانوا مطمورين. القائمون على بيت الشعر في نواكشوط أعلنوا خلال الأمسية عن جانب من برنامج البيت خلال الشهر الجاري، والذي سيعطي حيزا لتخليد ذكرى 60 لاستقلال موريتانيا من خلال ندوة ثقافية يشارك فيها عدد من المبدعين. فرصة جديدة للإبداع يتيحها بيت الشعر في نواكشوط من خلال أمسيات تراتيل الأصيل التي استضاف فيها هذه المرة 2 من شعراء جيل الحداثة. أحمد للحسن لبرنامج بيوت الشعر نواكشوط. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمجموعة تقارير جديدة حول أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.